هذا القدر نسميه احنا قدر حلا، هذا قدر على الناس المضروبين في البرج، هذا اصغر شهيد من عندنا في البرج، وبناء عليه اتخذنا القرار نسميه قدر حلا. قدر ايش؟ قدر حلا، شهيده حلا. ايش عمرها كانت؟ 12 يوم كانت رضيعه، 12 يوم، وبناء على هذا الكلام سمينا اسمها، اسم القدر هذا على اسم الشهيد. واخذنا من الركام طبعا، الكلام هذا اخذناه من الركام، اخذنا الحطب اللي تكسر من بيوتنا عشي بيوتنا ونروح عليه قاعدين. Malaysia and Iman Care are still providing as much assistance as possible to the people inside the Gaza Strip. Today is the 17th of October, the 11th day of war in Gaza. We are still on the ground trying to provide as much aid as possible. May Allah reward every one of you.